نهاية أسبوع حافلة مليانة بتطورات على قضية فيلا نانسي عجرم. فبداية من رهاب البيطار محامية عائلة القتيل السوري محمد الموسى اللي نشرت فيديو بتنتقد فيه سماح السلطات في لبنان للدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بالسفر رغم منعه من السفر بحكم أنه متهم بقتل الموسى. خلونا نشوف إيش قالت. في مفاجأة غير سارة حبيت وصلكم إياها وبالأحرى أنه منتهى الظلم، أنه معقول فادي الهاشم مسافر برا البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه ومرته للمرحوم ونحن على الحدود منعها القاضي من السفر؟ في أكثر من هيك مهزلة؟ حبيت بس لكل العالم يعرف هذا الموضوع. الموضوع تفاعل بشكل أكبر بعد وصول جثة القتيل محمد الموسى إلى سوريا بناء على طلب عائلته. المحامية رهاب بيطار نشرت فيديو ثاني من الحدود السورية اللبنانية وقت استلام الجثة، قالت فيه أنه الجثة متعفنة. طبعاً نحن على الحدود اللبنانية السورية على المصنع والجنازة معنا، بس حبيت خبر للعالم كله أنه الجثمان المرحوم كان بحالة تعفن رهيبة، حتى اللي نقلوا كتير كانوا متضايقين من وضع الجثة، فما بدي أشرح لكم لأي درجة في استهتار بالحياة الإنسانية وبالروح البشرية. إذن المحامية البيطار بتتحدث عن استهتار وإهمال من الجانب اللبناني لجثة الموسى وما أعطت تفاصيل أكثر، لكن بحسب مواقع ووسائل الإعلام تقرير الطب الشرعي اللي صدر نهاية الشهر الماضي كشف أنه جثة الموسى كانت في بداية مراحل التعفن. الأطباء الشرعيين وقتها شككوا بطريقة حفظها ودرجة حرارة الثلاجة اللي تم وضعها فيها، لكن بعدها انتشر خبر حول إفصاح موظفة في المستشفى اللي بقيت فيه الجثة لأكثر من شهرين في لبنان، بتقول أنه جثة الموسى لفت بالنايلون لمدة شهر داخل الثلاجة وهذا اللي عجل من تعفنها. بهذا الموضوع تحديدا المحامية رهاب البيطار قالت أنه تفاصيل كثيرة لا تزال موضع شك حتى الآن، لكن الأكيد هو أنه رح يعاد تشريح جثة الموسى بسبب مؤشرات ظهرت بالفحص الأول لها وقت وصولها لسوريا. هلا بصراحه يعني تفاصيل كثير يعني لساها بموضع الشك، لكن اللي بحب اقوله انه كان في الحاح والحاح شديد من قبل لجنه الاطباء، طبعا بعد النزول عند رغبه الاهل انه يرجعوا يعيدوا تشريح الجثه، لانه حسب يعني بالمفهوم الضيق انه ما كانوا مرتاحين للفحص الاولي. على الجانب الآخر في لبنان اشتعلت مواقع التواصل بفيديو انتشر لنانسي عجرم وهي بترقص بكواليس الحلقة النهائية للموسم الثالث من The Voice Kids اللي بالمناسبة انتهى بفوز فريقها. انتقادات حادة توجهت لها بعدم مراعاة مشاعر أسرة الموسى وتحديدا والدته اللي تسلمت جثمانه قبل يومين، وحتى البعض وصفوا رقصها وإظهار سعادتها بالتصنع. I don't know.